مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. رسميا نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي يعلن توصله إلى اتفاق مع المهدي بن عطية من أجل توليه مهمة مستشار رياضي للفريق الفرنسي. إدارة مانشستر يونايتد تصدر قرارا صادما في حق سفيان أمرابط بعد مباراته أمام غلاتاسراي التركية. مدرب بايرن ميونخ الألماني توماس توخيل يكشف عن طبيعة إصابة الدولي المغربي نصير مزراوي وموعد عودته إلى الملاعب. وليد الركراكي يحدد تاريخ معسكر المنتخب الوطني المغربي الأخير قبل كأس إفريقيا. أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي يومه الخميس توصل إلى اتفاق مع الدولي المغربي السابق المهدي بن عطية من أجل تولي مهمة المستشار الرياضي للفريق. وسيساهم تعيين بن عطية مستشارا رياضيا للفريق الفرنسي في تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الرياضية للنادي، لا سيما لجذب أفضل المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها حسب ما أكده مارسيليا في بلاغ رسمي. ويذكر أن بن عطية سبق له أن لعب في صفوف نادي أولمبيك مارسيليا، كما خاض التجارب في العديد من الأندية الأوروبية أبرزها بايرن ميونخ ويوفنتوس، فضلا عن حمله قميص المنتخب الوطني المغربي لسنوات. أفادت صحيفة غارديال البريطانية بأن فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في ضم لاعب خط الوسط في المركز الذي يشغله الدولي المغربي سفيان أمرابط، وذلك خلال شهر يناير المقبل. وذكرت الصحيفة أن اليونايتد يبحث عن متوسط ميدان دفاعي إلى جانب قلب الدفاع في الجانب الأيمن ولاعب رقم 8 ومهاجم آخر، في ظل المخاوف التي تحوم حول تواجد سفيان أمرابط رفقة الفريق. وكتبت صحيفة غارديان: الهجوم ليس أولية بالنسبة إلى تنهاغ، لديه ماركوس راشفورد وراسموس هوليوند. وتابع المصدر: اليونايتد بات يعاني من مشكل على مستوى خط الوسط خلال هذا الموسم بعد ظهور علامات تقدم في السن على كاسيميرو، والشكوك حول أداء خط الوسط المغربي سفيان أمرابط الذي تم الاستغناء عنه مقابل اقتحام منتوج الأكاديمية كوبي ماينو خلال المباراة التي خاضها الشياطين الحمر ضد غلاتاسراي. ويذكر أن صاحب 27 عاما سفيان أمرابط بدأ مباراة مانشستر يونايتد وغلاتاسراي في دوري أبطال أوروبا أساسيا، لكن مع بداية الشوط الثاني قام المدرب إريك تين هاغ بتبديله. وكان أمرابط قد انتقل شهر شتنبر الماضي إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة بصفقة بلغت 10 ملايين يورو مع خيار الشراء في يونيو 2024 قادما من فيورنتينا الإيطالية. يأمل توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني في عودة مدافع فريقها كل من الكوري الجنوبي مين جاي والمغربي نصير مزراوي خلال المواجهة أمام يونيون برلين يوم السبت القادم، بجانب المهاجم الكاميروني إريك ماكسيون تشوب ميتينيج. وغاب ثلاثي عن مواجهة كوبنهاغن الدنماركي والتي انتهت خلال مسيرة الانتصارات 17 متتالية للنادي البافاري مع دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد أن حسم مقاعد بالفعل في دور 16. ويعاني كيم من إصابة في الفخذ، فيما يعاني تشوب موانشينغ من إصابة في الركبة، في الوقت الذي يعاني فيه الدولي المغربي نصير مزراوي من حالة إعياء. وقال توخيل يوم أمس الخميس للصحفيين في الفندق: شعر بالعياء لذلك ذهب إلى منزله. ويعاني النادي البافاري على مستوى خط الدفاع بعدما بدأ الموسم ولديه 3 مدافعين أساسيين فقط، كما قد يعود صانع اللعب جمال موسيالا خلال المواجهة أمام يونيو برلين على ملعب أليانز أرينا بعد تعافيه مع الإصابة العضلية.
يختار الناخب الوطني وليد الركراكي يوم 27 ديسمبر القادم موعدا لمعسكر الإعداد الأخير للأسود قبل المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها الكوت ديفوار في يناير وفبراير القادمين. ويأتي هذا المعسكر بعد خوض المنتخب الوطني لمباراة ودية أمام منتخب الكابون يوم 24 ديسمبر في إطار استعداداته لنهائيات القارية. ولكن سيواجه المنتخب الوطني تحديات كبيرة قبل انطلاق المعسكر الإعدادي، حيث لم يتمكن المحترفون المغاربة الذين يمارسون بالدوري الإنجليزي من الالتحاق بالمعسكر يوم 27 ديسمبر القادم لتشبث أنديتهم بضرورة مشاركتهم في البوندسليغا قبل الترخيص لهم بالانضمام للتجمع الإعدادي الأسود. ويتعلق الأمر بلاعبين بارزين في المنتخب مثل أشرف حكيمي وعبد الرزاق حمد الله وسفيان بوفال وأمين حريش ومحمد شيبي. ولمواجهة هذا التحدي سيتجمع الناخب الوطني وليد الركراكي مع فوز القجع رئيس الجامعة المغربية للحسم في إمكانية نقل المعسكر الإعدادي إلى مركز محمد السادس بالمعمورة إلى أحد البلدان المجاورة للكوت ديفوار التي ستستضيف نهائيات كأس الأمم إفريقيا، وذلك حتى يتمكن اللاعبون من الاستئناس بالأجواء الإفريقية. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.